سنة هنا وقعت معركة الزعج بقيادة معركة الزعج، هذه المنطقة اسمها الزعج، معركة أحمد بوزيد. ياسر احنا نختم ان شاء الله من مسجد بعقبة بنفس اليوم متجهين الى متجهين الى طولقة اللي هي فيها معركة زعاتشة ان شاء الله نفس اليوم راح نتكلم عليها، مذبحتهم مجزرة زعاتشة بقيادة الشيخ المجاهد العظيم، احفظوا اسمه، علموا لأولادكم، احمد بن زيان. هذه منطقة تسمى بوشقرون. هذه بوشقرون منطقة زعاج تقريب يعني داخلة في منطقة زعاج، ولكن ليست المنطقة اللي وقعت فيها معركة زعاج. هذه من ضمن المنطقة واحدة يعني. هذا بس في صارت معارك هنا اكيد، معركة اكيد اكيد اكيد. بوشعرور بوشقرون بوشقرون هذا عندهم نوع من التمر معروفين به. الله اللي اسمه بنقولوا احنا باللغة الجزائرية مش دقلة، يعني ليس دقلة نور، اصفر كالحلوى يعني يشبه الحلوى، وهذا مفيد جدا للعظم للكسور العظام. غني بالكالسيوم هذا التمر ناخذ التمر هذا يؤكل وحده، والا يخلط مع العسل الحليب. نتيجه ما شاء الله الكسور العظام. الله هذه معلومات تقويه العظام. الله زي المعركة صارت هنا في هنا أبادوا، وهذه المناطق أبادوها أيضا. أبادوها هذه أبادوا المناطق كلها، منطقة زعاتشة كلها هذه زعاتشة. موقع المعركة احنا ذاهبين لها. اي نعم، بس المعركة بكل مهم استمرت المعركة قلت لها 4 أشهر. هنا احنا وصلنا إلى زعاتشة، هذه الزعاتشة، هذه مكان المعركة، هنا أقيمت المعركة. راح نذهب إن شاء الله إلى المكان النصب التذكاري. هذه يقول لك هذه المناطق أبيدت عن بكرة أبيها، 13,000 شهيد من أسر، من أطفال، من نساء، من شيوخ، حتى الشجر حرقوها هؤلاء الفرنسيين. عندهم سياسة غدرة سنة 1848 أبادوا هذه القرية تماما، قرية زعاتشة، قرية في معركة مجزرة زعاتشة في هذه المنطقة. اسم والشيخ قاد الثورة هذه اللي هو أحمد بوزيان البطل الشهيد. يلا معركة زعاتشة، هذا هو قبور الشهداء الأبطال. لاحظ قبر الشهيد البطل وابنه في هذه المعركة، الشهيد الشيخ أحمد بن بوزيان، أحمد بوزيان قاد ثورة تحريرية جهاد بعد توقف الأمير عبد القادر الجزائري. هاضت هذه القبائل العربية في هذه المنطقة، منطقة بيسكرة. هذا فرنسا بدأت توسع في داخل العمق الجزائري، بدأت تزيد الضرائب على الشعب الجزائري، بدأت تصعب عليهم الأمور، حتى على النخل بدأوا يأخذون الضرائب، بدأت تضيق شد الخناق على الشعوب اللي في هذه المنطقة. بدأ عند الشيخ بوزيان، أحمد بوزيان المجاهد العظيم مع ابنه. هذه قبور الشهداء، معركة استشهد فيها 13,000 شهيد. هؤلاء جابوا رؤوسهم من فرنسا، من متحف اللوفر يا باشا، مسوي لك متحف فرنسا، كاتبين مجرم، هو شهيد يكتب لك مجرم، ويجوا لك عرب أذناب لفرنسا، البعض منهم يتسيح وين؟ يتسيح في فرنسا، يتسيح بفرنسا قبل أهله ذابحهم الفقر وما عندهم شيء يأكلونه، قاموا يتسيحون فرنسا، يتزوجون فرنسا بباريس، يروح لباريس وإخوانك الشهداء الأبطال هني. هذا هو أعطوك معركة يتكلم عليها الأبطال. أنا الآن في درجة حرارة 45 وجاي نتكلم عن هؤلاء الأبطال. لاحظ شهداء الثورة التحرير بلدية لتشانة، هؤلاء قبورهم، أحمد بن بوزيان وابنه قام ثورة عظيمة في هذا المكان في زعاتشة. أتت إمدادات من بوسعادة، من بسكرة، ولاد جلال، صفت القبائل العربية مع ولبت نداء جهاد، هذاك هو النصب التذكاري، جهاد أحمد
بوزعات أحمد بوزيان، وتبدأوا تنكيل الفرنسيين تنكيلا، بدأوا ينكيل فيهم نكلا. هزائم لفرنسا لمدة 4 أشهر مقاومة، قاوموا الفرنسيين، ولكن فرنسا والأسلحة المتطورة والعتاد ورد الثار، بدأت الحصار يشتد على هذه القرية، إلى أن استشهد. وأول من قطع رأسه، تخيل قطع رأس الشهيد أحمد بوزيان وابنه يحطينه في رمح يتمشون فيه أمام القرى، والشجر هذا محترق، تشوف هذا الشجر محترق، هذا النخيل كله محترق، والأسر تبكي، ولم يرحموا أحد، بدأوا بالإبادة، بدأوا بإطلاق النار على كل من يجد في هذه القرية. ليش؟ لأنهم يدرون أن يقول لك هؤلاء الناس هم ساعدوا هذه الثورة بالأكل وبالعتاد وبالمعلومات. بدأ الانتقام، إلى بدأوا ينتقمون منهم بالإبادة البشعة. 13,000 شهيد. الله بالخير، زعاتشي أنت؟ ها؟ يلا. هذه قرية زعاتشة، لها اسم آخر اسمها طولكا؟ ليشانة. هذه ليشانة، عطنا معلومات شوي أحمد، عطنا معلومات. هنا وقعت معركة زعاتشة بقيادة؟ هذه المنطقة اسمها زعاتشة، معركة أحمد بوزيان. اللوحة اللي تشوفون فيها هي صورة تجسد المعركة اللي وقعت هنا في هذا المكان. هنا مقابل واحات النخيل تشتهر به ولاية طولقة، لأنه طولقة مازلنا عليها كيلو ونصف على مدينة طولقة، اللي فيها أجود أنواع التمور في العالم. طولقة نعم. يقال أنها بادت 13,000 شهيد، أسر وأطفال ونساء وشيوخ لا حول ولا قوة. هذه فرنسا وأخذوا رأس الشهيد، أخذوا رأس الشهيد وابنه إلى متحف اللوفر، ها، يورون الشعب الفرنسي، يورون بعض العرب اللي يروحون لفرنسا الآن للسياحة. فرنسا اللي هي مثال للعفن وللجرم وللإبادة وللخسة وللدناءة، قتلوا كل شخص في هذه المنطقة. يلا ايش تبون؟ هذه خبث فرنسا الخبيثة، فرنسا التي تدعي أنها دولة ديمقراطية، ديمقراطية فقط لهم، بس مش عليك. لو تحرق على وجهي أنا بحرق على فرنسا، بعبر عن شعوري، ممنوع تكلم على اللوبي الروسي الصهيوني، لا يا أخوي ما يصير، تسجن 6 أشهر غرامة. بس تتكلم على ان تقول والله هذه المعركه يلا نصعد منها، لو تقول ان اللوبي اليهودي، او تقول لا والله لا ما في، لو تقول انا بعبر عن شعوري انه في، ما في شيء اسمه لوبي اسرائيلي او محرقه الهود، تسجن وتغرم 3,000 يورو. هذه فرنسا الخبيثه، شاته بشلوت. الله، جميل، جميلة جميلة يا الواحة، جميلة هذه واحة، منطقة زعاتشة طولكة، وهذا قبر الشهيد وعلم الجزائر. والأخ أيمن ما قصر، جابنا لهذا المكان، قال لي ليش ما نروح العصر توثق؟ قلت له لا، أبي أكون بالحر، أبي درجة حرارة 45، نبي نحس شوية معاناة أهل زعاتشة، أهل الجزائر، الأبطال الذين قاوموا هذا الاحتلال الغاشم على البلد الجميلة. بعدها النهاية حصيلة 10 مليون شهيد. يا علم الجزائر، وهذا يخلد في منطقة عاشته هذا المكان، وانت متجه الى طولكة راح تلاقي هذا النصب التذكاري. اشرح لي يا احمد، اشرح لي يا ايمن. هذا المعركة، جميلة جميلة، هذا هو قيادة احمد بوزيان، شهيد قطع رأسه وارسل هناك يعمل عليه متحف، ارجعوا رأسه من 2020، ارجعوا الرأس. معركة زعاج الخالدة هذه جميلة، عشت يدك. حصيلة معركة زعاج سنة 1949، شهدت واحد زعاج من قوات العدو الفرنسي المغامرين مختلف أهالي المنطقة،
من أكبر تلك المعركة الضارية التي وقعت في 7 أكتوبر، دامت حتى 29 نوفمبر، 4 أشهر. قوات العدو قدرت قوات العدو الفرنسي قدرت قوات العدو الفرنسي بحوالي 10,000 مقاتل بقيادة الدراكولا الجنرال هاربيون والكولونالات باراك كارت ساميهم قلته هذا ولا المجرمين هذا لهم خسائر العدو 1000 جرد وهنا جروحهم خسائر المقاومين مقتل القائد الروحي الزعيم العسكري الشيخ وزيان برفقة ابنه الأكبر ومستشاره العسكري وتم تعليق رؤوسهم على الرماح على مدخل مدينة بسكرة. شوف كانت لها مداخل بسكرة. سبع أبواب. آه فكان لها مداخل. يلا ألغوا الرؤوس هؤلاء الفرنسي اللي تغنوا اللي يشتروا العطر الحين يشتري لك عطر فرنسي يشتري جوتي فرنسي حذاء فرنسي يتصيف في فرنسا وهؤلاء فرنسا. أي واحد أي واحد عربي إذا في ذرة غيرة عروبة يتسيح في فرنسا هذا ثق تماما أنه ذنب من فرنسا. لا عاد سيارات مسوي سيارة اسمها بيجو. هذا بيجو عنده سياسة الأرض المحروقة. هو الذي هزم هو الذي أوقع معاهدة مع استسلام مع بيجو مستخرون فيه. شوف الفرنسيين يفتخرون في أبنائهم وحنا نروح يقول لك ما تكلم إلا فرنسي أما مغسي باكو يقول لك. الحين راح نودع بسكرة. طلعت من الفندق خلصنا من زعاتشة ومذبحة ومجزرة زعاتشة متجهين إلى مكان آخر إن شاء الله. بس رجعت إلى محطة 5 يوليو أو 5 جويليا يسمونها هنا في الجزائر. هذا يوم الاستغلال الجزائر من الاحتلال الفرنسي الخبيث. رجعت إلى المحطة الآن وإن شاء الله متجه إلى عين مليلة عند سمع صديقي لطفي وقصيت تذكرة 4,000 دينار. 4,000 دينار يعني ما يعادل بالضبط 4 دولارات استرالي، ما يعادل 4 دولارات استرالي. هذه محطة يعني محطة مسافرين تنتقل فيها وين ما تبي، تقدر تروح قسطنطينة يعني حلو انك تتنقل جماعي. هني حلو شغلة جميلة عندهم يقول لك اسمح لي، ايش يقول لك اسمح لي، فانت انت يعني تحوشها بالغلط الحين يقول لك اسمح لي. فأمان البلد الحمد لله مرحبين. ناطر الباص إلى النقل الجماعي إلى عين مليلة مع صديقي لطفي نوثقها زيادة إن شاء الله ونتكلم عليها ونتكلم على جرائم فرنسا الخبيثة إن شاء الله. بس خريح ما باقي تقريبا 20 دقيقة على ما نوصل إن شاء الله 20 دقيقة على ما ننطلق إن شاء الله. الله بدأ تحمل الشنط خلروح بالجزائر. في المحطات الباصات لازم تدفع للحمام على فكرة لأن فيها تنظيف وشغلات. بس حلو الجميل دائما مساجد دائما مصلى عندك. بس الحمامات فيها دفع فلوس يعني مبلغ بسيط حق الشاب اللطيف. بس للعلم يعني حسب حسابك لا تزعل.